رئيس غرفة التجارة يحذر من تراجع تنافسية الاقتصاد وسط الضغوط المالية. ارتفاع التضخم في النمسا إلى 1.9% في نوفمبر بسبب أسعار الخدمات. مجموعة KTM تطلب إعادة الهيكلة بسبب صعوبات مالية تهدد استمراريتها. وأضرار بالغة بعد قيام مجهولين بتفجير بنك في فيينا. أنصار حزب الحرية يعلنون عن مظاهرة حاشدة في فيينا رغم الحظر. واستئناف كامل لعمل خط مترو أولسفا في فيينا بعد إغلاق منذ 2021. وأخيرا إخراج نملة حية من داخل الأذن الوسطى لسيدة في جراتس. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الجمعة 29 من نوفمبر لعام 2024. إلى التفاصيل، أكد رئيس غرفة التجارة النمساوية هارالد مارر أن الاقتصاد النمساوي يواجه ضغوط هائلة تتفاقم مع تصاعد العقبات البيروقراطية وارتفاع تكاليف الأجور والطاقة، مما يؤثر سلبا على تنافسية النمسا عالميا. وأوضح مارر خلال البرلمان الاقتصادي أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات بفضل قوانين كقانون خفض التضخم، بينما تخسر أوروبا بما فيها النمسا العديد من الشركات. ودعا مارر إلى تحسين بيئة الأعمال وتبني سياسات تدعم الشركات وتعزز التصدير، كما اقترح الاتحاد الاقتصادي تخفيض الضرائب وتكاليف الطاقة لتخفيف الأعباء، وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل النمسا غير جاذبة للاستثمار خلال 5 سنوات. سجل مستوى التضخم في النمسا ارتفاعا بنسبة 1.9% خلال نوفمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للتقديرات الأولية لمكتب الإحصاء النمساوي. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أكتوبر الذي بلغ معدل التضخم فيه 1.8%. وأوضح المدير العام للمكتب توبياس توماس أن هذه الزيادة تعود إلى تراجع تأثير انخفاض أسعار الطاقة، بينما استمر قطاع الخدمات بدعم التضخم بارتفاع سنوي بلغ 4.4% في تكاليف الخدمات. كما أشار التقرير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 2.5%، ما جعلها تفوق معدل التضخم العام وتساهم في ارتفاع الأسعار الإجمالية. قدمت مجموعة KTM طلبات لإعادة الهيكلة أمام محكمة ريد بولاية النمسا العليا، حيث تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها. يشمل هذا الإجراء شركاتها التابعة KTM كومبانيتس وKTM للأبحاث والتطوير، ويؤثر هذا الإجراء على 3700 موظف. وكشفت الشركة عن أصول بقيمة 317 مليون يورو مقابل ديون تتجاوز 2 مليار و149 مليون يورو، منها 1.824 مليار يورو غير مضمونة. وتعود الأزمة إلى تراكم 130 ألف دراجة غير مباعة خلال جائحة كورونا وتراجع الطلب بالسوق الأمريكي، حيث تحتاج المجموعة إلى 650 مليون يورو لاستمرار عملياتها، لكنها فشلت في تأمين التمويل. ومن المتوقع عرض تسوية تسديد 30% من الديون خلال عامين. فجر 4 مجهولون صراف آلي تابع لأحد فروع بنك أستريا في حي فلورسدورف في فيينا صباح الجمعة حوالي 4:30 صباحا على شارع برونان. بعد التفجير فر الجناح باستخدام دراجة نارية باتجاه غير محدد، وألحقت العملية أضرارا كبيرة بالفرع البنكي، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أموال مسروقة أو مقدار المبالغ المفقودة. وطلبت الشرطة من أي شاهد قد يكون لاحظ الجناح قبل أو أثناء أو بعد الهروب الاتصال بها لتقديم معلومات تساعد في التحقيق.
قررت الشرطة في فيينا حظر مظاهرة دعت إليها مجموعات من أنصار حزب الحرية النمساوي، إلى أن المنظمين أعلنوا نيتهم تجاهل القرار، مما أثار مخاوف من حدوث اشتباكات مع قوات الأمن. كانت المظاهرة تهدف للاحتجاج على تجاهل نتائج الانتخابات وعدم اشتراك مستشار الشعب في مفاوضات الحكومة، بالإضافة إلى الاعتراض على سياسات دعم أوكرانيا. وبررت الشرطة الحظر بضمان حقوق المحال التجارية وضمان انسيابية المرور. رغم ذلك أعلن المنظمون عن إقامة المظاهرة رسميا في هيلدن بلاتس يوم السبت 30 نوفمبر 2024، مع التأكيد على الطابع السلمي للاحتجاج. أعلنت فينر لينيا أن خط مترو الأنفاق أوتسفاي سيستأنف العمل بشكل كامل في 6 ديسمبر بعد إغلاق جزئي دام منذ 2021. ويشمل التشغيل إعادة فتح القسم المغلق بين محطتي شوتون تور وكارلس بلاتس، وفقا لما أعلنه المستشار بيتر هانكا والمديرة الفنية جودرون سيناك. وتأخر استئناف التشغيل لأكثر من عام بسبب مشكلات فنية في موقع البناء بمحطة رات هاوس وتركيب الأبواب على أرصفة المحطات، وكان الإغلاق جزئيا من خطة توسيع شبكة المترو، تضمنت إنشاء تقاطع جديد لخط مترو أوتس فاي وخط أوفينف المستقبلي. ومن المتوقع أن يعمل خط أوفينف الجديد في 2026. نجح أطباء الأنف والأذن والحنجرة بجامعة الطب في جراتس في إجراء فحص طبي نادر، اكتشفوا خلاله نملة حية داخل الأذن الوسطى لسيدة تبلغ من العمر 42 عاما. واشتكت المريضة من طنين وشعور بوجود جسم غريب، ليتبين أن النملة دخلت عبر ثقب في غشاء الطبلة، وهي حالة غير مسبوقة في الأدبيات الطبية، حيث استدعى الوضع إجراء عملية جراحية تحت التخدير العام باستخدام التنظير الداخلي حتى أزيلت النملة بنجاح دون مضاعفات. وأكد الأطباء شفاء المريضة بالكامل، مشيرين إلى أن الحشرات تشكل ما يصل إلى 50% من الأجسام الغريبة في الأذن الخارجية عالميا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة موقع infograd.com دائما. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة، نهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.